تمام. قلنا مساء الخير على احلى جروب في الدنيا، جروب سنتر العروسه. اول مره نطلع في ميعادنا الساعه 9 زي ما قلنا لكم، لايف الادوات المنزليه. وحياه ربنا النهارده هنبيع بالاسعار القديمه، احنا متبلغين بالاسعار الجديده، واقل حاجه عندنا النهارده زادت 25%، وانا هبيع لك بالسعر القديم النهارده في اللايف، والناس كلها تحكم وتخش على كل منتج هطلعه لك، وخش على النت ودور عليه وشوف السعر اللي انا بقوله لك اقل من سعر السوق كله ولا لا. جمع بقى معانا الناس كده بسرعه، اعملي منشن لاي عروسه تعرفيها بتجهز، قولي لها الادوات المنزليه، الاسعار في ذمه الله عند سنتر العروسه. عنواننا شبرا الخيمه، اخر شارع احمد عرابي، بجوار نزله الدائري ام بيومي على طول. لو جاي من اي حته في مصر انزل نزله الدائري بتاعت ام بيومي، هتشوفنا من على النزله على طول، ما بيننا وما بين النزله 5 متر 10 متر. سنتر العروسه. النهارده هنبدا معاكم، بس مستني كده بعد اذنكم شاركوا اللايف، الناس اللي عايز تكسب معانا شارك اللايف، هنعمل لكم عروض على كل الادوات المنزليه، اطقم الحلل، شنط المعالق، ابيع لك ارخص شنطه معالق على الكوكب النهارده 86 قطعه ومعاها ضمان 25 سنه. هفرجكم دلوقتي الاسعار واللي هنعمله في الاسعار، هتقولي سنتر العروسه رقم واحد باذن الله. شارك اللايف عشان تكسبي، شارك اللايف، الكومنتات اللي هنبص لها اللي هنكسبها معانا، الكومنتات اللي مشاركه اللايف على صفحتها بس على الاقل، واللي هيشارك اللايف على صفحته على الجروبات فرصته هتكتر معانا في المكسب. كل العروض اللي انت هتشوفيها دلوقتي ما عدا الحاجات الغير قابله للكسب تقدري تطلبيها اونلاين، عندنا توصيل لجميع محافظات مصر. عنواننا تاني برضو على ما الناس تتجمع، شبرا الخيمه، اخر شارع احمد عرابي، بجوار نزل الدائري ام بيومي. نبدا معاكم ولا نستنى شويه؟ كومنتات معاكي تمام؟ بس الناس تتجمع معايا، اتجمعوا يلا، واعملي منشن لاي عروسه، الكومنت اللي فيه منشن برضو بعد اذنك بصي لي عليه كده، اكتر الكومنتات اللي تكسبها لي اللي عامله منشن بس يكون مشارك اللايف على صفحته. ورقه وقلم بقى عشان نكتب اسامي الناس اللي فايزه معانا كده بعد اذنك. وهنبدا معاكم دلوقتي من معرض الادوات المنزليه، هعمل لك عروض كمان على الاجهزه الكهربائيه دلوقتي، الاير فراير، الهاند بلندر، المكوه، كنكه القهوه، الكاتل بتاع الشاي، مضارب البيض، كل حاجه، العجنات التقيله، الناس اللي عايزه عجنات تقيله برضو اتفرجوا معانا على اللايف، هنوريكم شويه حاجات كده تحف وماركات واسعار اهم حاجه. هبدا معاكم كده باول عرض، العرض البوم، عرض شنطة المعالق ال 86 قطعة. الناس بقى كده ايه تحضر معايا، هوريكم شنطة معالق أول حاجة خالص، بقول لك 86 قطعة معاها ضمان 25 سنة. منتج الناس واثقة فيه. بص كده معانا. اللي بيصنعه لو مش واثق فيه كان قال لك ضمان 5 سنين 10 سنين أي حاجة، قال لك 25 سنة عشان هو عارف إن ده بتاع العمر كله. شنطة دولارات اهي، بص زي ما انت شايفة البراند ارشا اهو، زي ما انت شايفة برضو جايبة حاجة محترمة. 86 قطعة معاكي في دورين اهم، لحد طقم التوزيع بتاعها كمان، ديكالات برضو واشكال محترمة. اقل شنطة معالي النهاردة موجودة في اي مكان، لو لقيتيها ب 1000 جنيه يبقى بيبيع شنطة ب 2000 جنيه، يبقى بيبيع لك شنطة معالي رخيصة. انا قلت 1000 جنيه هحرق المفاجاه، مش هبيعه ب 1000 جنيه، هبقى اقول لك اقل من 1000 جنيه. الناس تتوقع معانا هنبيع طقم المعالق ده 86 قطعه مع ضمان 25 سنه الشياكه دي بكام؟ مبدئيا بس عايزين نقول للناس كل العروض اللي هنقولها الكميات محدوده، عشان دي اخر التصفيات بتاعتنا بتاعت الاسعار القديمه، عشان نجيب بضاعه بعد كده بالاسعار الجديده نطلع لكم لايف ونقول لكم الاسعار الجديده عامله ازاي. فالكميات محدوده، الست الناصحه او العروسه الناصحه بنفتح كل يوم من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 11 بالليل، كل ما جيتي بدري لقيتي كل الحاجات اللي انت محتاجاها من العروض اللي احنا هنقولها. قلنا اول الكلام شنطه المعالق، الناس تتوقع معانا في الكومنتات كده سعرها كام؟ اقل من 1000 جنيه، اللي ب 2000 جنيه وب 2500 جنيه هنبيعها اقل من 1000 جنيه النهارده 86 قطعه. مش هطول عليكم في العرض دوت، هسيبكم تتوقعوا شويه وهرجع له بعد كده. تتوقع معانا ايه؟ ماشي، قولي لنا بس التوقعات بتاعت الناس. الدبل جريل، دبل جريل برضو عشان الناس بتسال عليه كلها، جبت لك دبل جريل جرانيت اهو معاكي، بيشتغل سنجل وبيشتغل دبل في الناحيه المضلعه وفي الناحيه الساده اهو معاكي، جرانيت من جوه ومن بره، الوان خامه التقيله. عايز اقول لك ده بتاع الخناقات مش بتاع الاكل، تمام؟ المقاس بتاعه ال 36، المقاس الكبير اللي هيعمل معاكي اي حاجه اللي انت محتاجاه كله هتقدري تعملي بيه. بكام النهارده؟ بدل 650 جنيه نازل معانا في العرض ب 475 جنيه. بقول لك ليه بدل 650؟ عشان ده هيتباع لك ب 650 بعد كده حتى عندي، بس انا بقول لك دلوقتي هو عندي بالسعر القديم ب 475 جنيه. وعندي حاجه اتقل شويه برضه اهي، التوباكو من شركه دريم برضه، الخامه التقيله قوي بقى التركش.
تركي زي ما انت شايفه كده معانا مختومه اهو، توباكو تركش اهو. تمام، طبعا برضو ما شاء الله جرانيت من بره سيراميك من جوه، برضو الناحيه المضلعه معاكي والناحيه اهي برضو البارزه اهي معاكي. تقدري تستخدمي سنجل وتقدري تستخدمي دبل، تقدري تستخدمي الوش ده لوحده او الوش ده لوحده حسب استخدامك. بكام ده النهارده؟ ثمنه النهارده من الشركه بتاعته 850 جنيه، احط عليه 50 جنيه بس مكسب ابقى اقول لك ب 900 جنيه، بقول لك عندي بالسعر القديم ب 600 جنيه، زي ما هو اهو لسه والكميات محدوده، يعني لو عندي منه 10 ولا 20 قطعه فبقول لك الكميه محدوده ولسه. طقم صواني البيتزا التيفال، التيفال اللي ما بيلزقش فيه اهو، خامه محترمه، خامه صحيه. تمام، بكام معاكي نازل في العرض؟ هبقى اقول لك بعد كده ب 275، اللي عايزه ب 185 موجود ب 185 جنيه اهو اخره، اخر الكميات معانا ب 185 جنيه. طقم صواني بيتزا 3 قطع تيفال، برضو انت مشتريه حاجه لوكس. تعالي بقى ايه اطقم الحلل، جايب لك مفاجاه. فين البوناسيرا اهو؟ جايب لك طقم اهو معاكي، تعالي وري الناس الكرتونه بس الاول معلش يا استاذه بعد اذنك. الكرتونه عباره عن ايه؟ 4 حلل معاكي اهم، معاكي جريل، معاكي مقلايه. دي الصوره، تعالي بقى نشوف الاصل. تعالي كده نوري الناس، الخامات كلها تركي المستخدمه فيه برضو، والمعلومات اهي من على الكرتونه. تمام؟ اهي تعالي تعالي معانا اهي واحده اهي فوق الطاقة، عشان نوري الناس الصوره ونوري الناس الاصل. ادي الصوره اهي معاكي. الاربع حلل هم 11 قطعه معاكي، 4 حلل واللبانه والجريل، ده تشكيل الطقم اللي احنا بنبيعه في العرض معانا. تمام؟ ده الطقم على الطبيعي. ماشي؟ ادي الجريل، بصي بصي السمك بتاع الجريل، تعرفي الطقم من الجريل ليه بقى؟ اقل حاجه بتبقى في الطقم الجريل، لما يبقى الجريل بالسمك ده واقول لك ان ده اقل حاجه في الطقم. والتقل ده تعالي امسكيه بايدك، الخامه زي ما انت شايفه جرانيت بوناسيرا من شركه دريم. بص السعر القديم كام؟ كان 1950، النهارده من الشركه بتاعته ب 2450، اللي عايز بالسعر القديم عندي 5 تطقم، هما 5 تطقم اللهم 4 ورا منك والقطعه اللي على العرض اهو، عندي 5 تطقم ابيعهم بالسعر القديم. العروسه الناصحه قلنا بتفتح، بنفتح من الساعه 11 طوال ايام الاسبوع. اللي عايز اي عرض من دول برضه اونلاين يقدر يطلب من خلال رسائل الصفحه او من خلال ارقام الاونلاين بتاعتنا. طقم توابل تعالى من دريم، ها بص طقم التوابل ده انا افرجك حاجه تحفه. بصي لو لقيتيه على السعر الجديد النهارده بيتباع لك ب 280 جنيه لقطه، اشتريه. بكام بقى عندنا؟ بص كام قطعه، دوار بس الاول نوري الناس الطقم ده، دوار 12 قطعه معاكي على الحامل بتاعهم زي ما انت شايف اهو، وبيلف معاك الدور اللي فوق لوحده والدور اللي تحت لوحده. ابو 280 جنيه على السعر الجديد، هبيعه انا بعد كده ب 280. هبيع النهارده بكام؟ اقول لك على حاجه، هما كده كده اخر شويه حوالي 10 15 قطعه ب 160 جنيه. دريم جايب لك ماركه، جايب لك براند، جايب لك حاجه محترمه دريم بضمان. طبعا طبعا كل الناس عارفه النهارده شغل فاروق طنطاوي، شغل دريم انضف شغل موجود في السوق في الادوات المنزليه النهارده. تعالي بقى ايه نوري الناس بقيه اللطقم اللي عندنا. بص عندك الطقم ده، تعالي تعالي جرانيت قلب صاج، استنى اوريكي طقم تحفه. بص الصاج قلب جرانيت بالماسك، بالمواسك بتاعته اهو معاكي، 4 حلل مربعين، قلبه جرانيت اهو من جوه زي ما انت شايفه، وري الناس قلبه كده بعد اذنك. تمام تمام، ادي المقلايه بتاعته اهي زي ما انت شايفه، تقيل تقيل صاج بس صاج تقيل. وادي المقلايه بتاعته اللي بتيجي معاه. تمام، ومعاه كمان طقم توزيع سيليكون عشان تحافظي عليه. ماشي، نازل معايا بكام في العرض الطقم ده النهارده؟ مش عايز اكتب عليه بس بعد اذنكم، الطقم ده ثمنه 3200، هنبيعه بكام في العرض؟ هنبيعه ب 2400، التقيل اللوكس. الصاج التاني الخفيف اللي بيتطبق وبيبوظ منك بعد اول استخدام ده ما بجيبوش، ده بكام؟ ده ب 2400 التقيل اللوكس اللي انت اشتريه بعد كده ب 3200 و 3.5. وري الناس معانا ايه تاني، تعالى معاك ايه تاني. بص طقم خشاف، الناس اللي عايزه برضو طقم الخشاف ال7 قطع، ادي البوله الكبيره بتاعته، 6 بولات صغيرين.
من شركه دريم. لو قلت لك ب 300 جنيه هتيجي تاخديه، ولو قلت لك ب 250 جنيه هتيجي تاخديه، لو قلت لك ب 200 مفيش حد بيبيعه بالسعر ده، ب 195. ب 195 برضو عندي منه شويه بصفيهم، عندي منه حوالي 10 20 قطعه بصفيهم، ده الدريم ب 195 برضو معاكي. وهوريكي دلوقتي طقم خشاف لوكس الاندلس للناس اللي عايزه الحاجات التقيله. العرايس بقى اللي عايزه تقوم الكاسات، هجيب لك شويه تشكيل تقوم كاسات دلوقتي. عايزين يا استاذ نفكر الناس اللي هتوقع الشنطه، شنطه المعالق، الناس في توقعات عندك بتظهر؟ في حد بيتوقع؟ هم نسيوا دلوقتي. انا عايز الكومنتات حاجتين، توقعوا سعر الشنطه ورزق نتاج في الصين بعد اذنكم. هاشتاج رزق نتاج في الصين. بصي بقى تقوم الكاسات المذهب، الحرف بتاعها مذهب، النقشه، ميه الازاز، تعالي انت اتفرجي عليه، الشغل ده الشغل الكواليتي العالي اللي بيتقالك عليه ان هو تركي، تمام؟ زي ما انت شايفه كده نقشات عندي منه اشكال والوان. ابو كام ده؟ ابو 400 جنيه، هنبيع بكام برضو اخر شويه بنصفي فيهم؟ ب 290 جنيه. هو الناس برضو تاخد منه سكرين ب 290 جنيه. طب سامح، عايزين نجمع الناس تاني ونفكرهم بالتفاعل. طب ما هنطلع هديه، انا اقول لك انا الناس دي بتيجي ازاي. احنا دلوقتي بعد اذنكم كده معانا عايزين نطلع هديه، هات لي طقم كاسات اطلعه هديه، هات لي طقم كاسات كده هديه. بس اللي هيتوقع شنطه المعالق الاول يا استاذ سامح بعد اذنك. ماشي. طب اقول لك على حاجه، الطقم ده هديه، طقم الكاسات ده هديه للي مشارك اللايف على صفحته دلوقتي بعد دقيقه بالظبط. انا بديكم فرصه كل الناس تشارك اللايف على صفحتها دلوقتي اهو في خلال دقيقه. اقول كومنت اول واحد يكتبه يكسب معايا، بس بشرط تكون مشارك اللايف على صفحتك. معاك دي اهو من دلوقتي، اعمل شير لللايف على صفحتك. اول كومنت هقوله لو انت مشارك اللايف على صفحتك وكتبته اول واحد هتكسب معايا على طول طقم الكاسات اهو، هو الطقم ده اللي انت هتكسبه، تمام؟ نقول للناس بقى الاول كده طقم الكاسات ده، بص اتفرج على الحلويات دي. انا فرجت كابو 350 و400 بعناه ب 290، ده بيتباع النهارده ب 200 وب 250 جنيه. بص الشغل، ثلاث بكالات ذهب اهم معاكي، الشغل ميته بتتكلم عنه. تعالي امسكي الازاز بايدك، بص كده اهو، وري الناس كده معانا، اوعى بس الهديه تقع. يلا كل الناس مشاركه اللايف، بص كده معايا، بص على الازاز. عايز اقول لك ده بالذهب اللي فيه ده كده النهارده لو قلت لك ب 200 وب 250 جنيه هبيعه لك بكام بكره بقى، وهوريكي اشكال منه دلوقتي. 99 جنيه، 99 جنيه مش مكملين 100 جنيه، 100 جنيه الا جنيه. بعد اذنك يا محمود هات لي، هات لي كده كام طقم من الكاسات دوت ابو 200 جنيه ده نبيعه ب 99. اوريكي دلوقتي برضو اشكال منه تحفه. يلا بقول لك ايه، اول حد هيكتب معاك سنتر العروسه نمبر 1، اول حد هيكتب معاك سنتر العروسه نمبر 1 يكون مشارك اللايف على صفحته كسبان. مشارك اللايف على صفحتك، ما تكتبهاش لو انت مش مشارك، ما تتعبش نفسك، خشي لي على صفحته وتاكدي ان هو مشارك. كسبان الطقم ده معايا هديه. يلا يلا سنتر العروسه نمبر 1. بصي الدلع ابو 99 جنيه معانا بكره في العرض، ست كاسات. الكاس مش مكمل 20 جنيه معاكي، الكاس مش مكمل 15 جنيه معاكي، 99 جنيه زي ما انت شايفه كده. اشكال والوان بقى، تعالي عندنا فوق ال 20 شكل، فوق ال 25 شكل كمان. ورينا حاجه تاني كده يا حود، ب 99 جنيه. كومنت ظهر قدامك ولا لسه؟ حد ظهر بالكومنت؟ لا لسه الناس بتتكلم. سنتر العروسه نمبر 1 بعد اذنكم. بصي بصي ايه ب 99 جنيه بكره، كنار الذهب اهو، حرف ذهبي معاكي، الرسمه على الازاز، لونين داخلين في بعض اهو زي ما انت شايفه كده، شغل تحف، شغل عرايس. النيش بكره عايز اقول لك 400 500 جنيه، خدت لك اربع خمس تطقم مليتي نص النيش ب 500 جنيه بحق طقم. كل ده معناه يا نهار ابيض، كل دي اشكال مش شبه بعض. اتفرج بص يا لهوي، ايه الدلع ده؟ 99 جنيه. بص الشكل، سنتر العروسه نمبر 1 ظهر قدامك، ظهر قدامك، ظهر
الظهر قدام. طب يلا الناس بتعمل مشاركات على صفحتها. اول واحد بعد اذنك محمد كسبول، اول واحد كتب الكومنت كسبول. بس خد بالك يا جماعه احنا لسه ما وصلناش ال 200 يعني، الناس بتهزر. اول واحد بس كتب الكومنت دلوقتي معايا وانا اقول لك الهديه، الهديه اللي بعد منها على طول هتصح الناس. تمام. عبد الله اشرف هو بيقول لنا شاركت سنتر العروسه نمبر 1 والناس بدات تتفاعل. عبد الله اشرف، عبد الله اشرف، استاذ عبد الله الف مبروك. بقول لك اختار الطقم اللي انت عايزه من اللوت ام 99 دي بكره. بص الاشكال كلها موجوده، اول ما تيجي اختار اللي انت عايزه، هديتك اختارها. بص كده معايا ده ب 99 جنيه برده معاك في العرض، ده ارخص من قلب السبايه كده. 99 جنيه. عايز اقول لك النيش بكره هخليك تملي النيش كله ب 1000 جنيه، ب 1000 ونص. بص يا نهار ابيض الهواي، بص الهواي بقى. النص ليمونه هنا الوان والشاليمو والوان، كل لون شكل طقم واحد ميكس اهو، ميكس اهو معاك. ادي اللون الثاني وادي اللون الثالث. طب احنا عايزين نطلع هدايا ثاني عشان الناس كلها بتتكلم على الهدايا، وفي ناس بتقول انا اول حد شارك. شارك طيب. شارك. انا عندي 200 واحد وراهنا. لو بصيت على المشاركات دلوقتي الاقيهم 50 مشاركه. احنا نوصل لل 250 ونطلع هديه. طب نوصل هتبان معانا بالتفاعل. طيب بص عايزين توصلوا 250 زي ما هو بيقول كده، بعد اذنكم اعملوا منشن، هاتوا ناس تتفرج معانا. تمام. كل ما انت هتزود العدد معانا دلوقتي، اول لما اوصل 250 جنيه هتكسب. اعمل كومنت عشان اول لما اوصل. بتقول نفسي اكسب، شارك اللايف واعملي منشن لاي حد. اعملي منشن للناس اللي فاتحه فيس دلوقتي عندك، يخشوا يتفرجوا معانا. تمام؟ تمام. تعالى. قطم الاستانلس، طعم الشاورما العرض شغال ب 13 قطعه ب 1650، الاسعار القديمه اللي ببيع لكم بيها بقالي 6 شهور. شغال ب 1650، هات الطعم الشاورما، وجبنا منه كميات امبارح برضه عشان الناس تبقى عارفه، الناس اللي سالت وقلنا لها خلص، جبنا منه امبارح كميات، وجبنا بفضل الله بالسعر القديم وهنبيعه بالسعر القديم. لا وهي الناس شايفه المعرض ورا الدهان، الدهان ال 13 قطعه، المعرض لسه احنا عايز اقول لك المعرض بيترص، لو وريتك هنا الدنيا جايبين شغل بفضل الله كف الناس، واللي بنجيبه قديم هنبيعه قديم، الدهان اهو 13 قطعه ب 1650 زي ما هو العرض شغال معاه. الشاورما تمام. تعالى بقى البرادات. بص اول حاجه اللبانه التوباكو اهي، ماشي، جايب لك دي لاينز كمان اعلى من التوباكو، دي بتاعت العمر كله. السماكه والكثافه اهي بتاعت التخن بتاع اللبانه، اتفرج عليه 4 مللي. اتقل حاجه لبانه 4 مللي، مفيش حد عنده لبانه 4 مللي النهارده، هتشتريها مره واحده في العمر بكام؟ ب 450 السعر القديم شغال. الناس بعت لنا بتسال على استاذ رزق، خلينا نكتب له ترجع بالسلامه من الصين. استاذ رزق في الصين في صفقات جايه، احنا بنفضي مكان، احنا بنبيع بالاسعار القديمه بنفضي مكان لصفقات الصين. بص بقى طبعا المكان اللي بنفضيه الاستانلس، الاستانلس عندك بكام؟ ب 450 تمام؟ عندك حاجه ايه برضه ب 360 بولاسيره مختومه اهو. تمام. بص البرادات من تحت دي حراري وفي شغل عشان دي برادات لوكس. تمام تمام. 575 المنقوش ليزر ده ما بيطلعش مع السخونيه ولا الكلام ده. الختم اهو معاك، براد هيعيش معاك العمر كله. اللي اكبر شويه اقول لتر ونص ب 350، الوان برده موجوده عندك. ده ال 2 لتر، ده اللتر ونص، ال 2 لتر اهو 420 برده الوانه موجوده عندك، انا بفرجك الشكل والالوان موجوده. بص كده يا استاذ سامع، عرض لنا كام براد دلوقتي. بص الاستانلس اللتر ونص الكبير اهو معاك، بص بقى بص الشغل مختوم ب 650 جنيه بيتباع بكام؟ ب 490 جنيه ستانلس على المغناطيس، هاتي معاك المغناطيس وانت جاي. تمام تمام. شكل 2 قطم الحلل 4 تمام. بص بقى قطم الحلل عندك بكره والله العظيم ما غلينا حاجه، ما رفعناش سعر قطعه بفضل الله، ما رفعناش سعر قطعه، وعندك خصم بكره على اي طقم حل، اي طقم حله خصم 5%، اي طقم حله عليه خصم 5% بكره. يعني كل اللطقم كل اللطقم اللي انت شايفها دي ما عدا اللي احنا طلعناه في العرض عليه خصم 5%. تعال اوريك برضو ايه اللي معاك من ضمن عرض ال 5%. الكوري بص ده الطيبه ال 11 قطعه، بص كده
انا والله خايف على البالون. لا لا المعلم هيسعد مني. يلا سمعت الرنه لحد فين؟ ماشي الكلام ده ساعه هتفضل ترن معاكي كل ده تقول لي في الخامه. تمام بكام ده بكره معانا؟ 3800 وعليه العرض 5% خصم. طيب خلي الناس كده يا استاذ سمعت تقول لنا الصوت الصوره عشان انا شايف ناس بتقول لنا الصوت فيه مشكله او الصوره فيها مشكله. خلينا نتاكد منهم كده ان شاء الله الصوت تمام. الصوره ممكن عشان الباقه بس معلش احنا في مشكله هنا في النت داخلين من الباقه وممكن تكون من عندك لو انت داخل من الباقه في حته فيها شبكه. تمام؟ تمام. بص يا باشا تعالى بقى شغل كنك القهوه. كنك القهوه الكهرباء بص يا باشا كنكة القهوة ام 175 جنيه بكره ب 125 عندي الوانها كلها خمسة فنجان كهرباء معاها ضمان 125 جنيه. تمام عندي الدريم اهي ب 160 جنيه الناس اللي عايزه الدريم برضو ب 160 جنيه الاوشن ب 125 جنيه موجودة عندك اي كاتل ستانلس بكره لتر ونص ب 150 جنيه عندك بلاك باور عندك اكتف باور عندك دريم ب 150 جنيه الناس اللي عايزه المقاسات الجامبو والديكور والشكل جبت لك المراد اهو 2 لتر ونص استانلس واخد شكل البلاستيك الشياكه واللون مراده. تمام تمام استانلس مجلفن اهو معاك 18 على 10 ال 2 لتر ونص بكام بكره؟ ب 265 جنيه ابو 350 جنيه السعر القديم عندي منه حوالي 20 حته اهو حلال على اللي هياخدهم. تمام تصفيه كل ده تصفيه كل دي تصفيات السعر القديم. المكوى بكره عندك المكوى المستورده التيفال اوريك مكوى تحفه تيفال قاعده القاعده بتاعتها قصدي كمان سيراميك اعلى من التيفال 2000 واط. تمام بتشتغل معاكي جافه ادي مكان البخاخه بتاعتها وبتشتغل معاكي بخار 2000 واط مش محتاجه اكتر من كده والقاعده سيراميك النهارده في السوق لو لقيتيها ب 800 جنيه اشتريها ولحد قال لك ب 700 جنيه يبقى عامل عرض ونحد قال لك ب 600 جنيه يبقى عامل عرض اجمد منه بس اجمد عرض في مصر عندنا ب 550 جنيه اجمد عرض في مصر على مكوى ب 550 جنيه. تمام 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 مش هقول لك اسمها تعالى تمام مستورده ب 500 مكسب بس دلوقتي التفاعل مش في الطالع يعني عايزين اهم حاجه التفاعل اوصل 250 اول لما تشوف الرقم قدام منك 250 الناس تتعب معانا في المنشن بعد اذنك يبقى المنشن مش انا طلعت هديه هطلع الثانيه اول لما اوصل 250. تمام تمام المكوى التاتش السترات للناس اللي بتحب تكوي بالمكوى الجافه شكاوي مزاجات فمش جايب لك برضو مكوى كويتين وتبوظ منك انا جايب لك مكوى بضمان شركه تاتش الزنوكي طبعا الناس كلها عارفاها المكوى دي 1000 واط ست رطل يعني بتوزن معاكي تكوي بيها بدله تكوي بيها بالطو تكوي بيها اللي تكويه اي حاجه تقيله تكويها معاكي 100 100 النهارده سعرها من شركتها في الليسته 650 جنيه عندي على السعر القديم ب 500 جنيه شغال معاك العروض دي كلها شغال لحد يوم السبت ما عدا عرض ال 5% شغال معاك بكره بس. تمام عرض ال 5% شغال معاك بكره بس غير كده هبيع بالسعر القديم لحد يوم السبت السعر اللي موجود عندي على الباركود مش هغيره. احنا النهارده الاثنين 13 العرض ده كده شغال معانا كام يوم يا استاذ؟ شغال معاك لحد يوم السبت كل العروض اللي هقولها ما عدا عرض ال 5% بكره بس عرض تقوم الحلل ال 5% بكره بس. تمام تمام قلنا المكوى بكام ام 700 جنيه و 650 جنيه ب 500 جنيه الست طلات للماركه عندي حاجه تاني ب 425 تمام مستورده برده تمام ست رطل برده تمام حلو درجات عندك ب 425 بس بعون الله ما بجيبلكش ام 200 جنيه اللي بتبوظ بعد تاني كاويه ما بجيبهاش ما بدخلهاش عفس كده بس ما بدخلهاش الهاند بلندر عندك بكره 450 جنيه ال 300 واط الستار جيت التركي لا فرجنا عليه ده كده تاني واحد سرعتين 300 واط تفاصيله تمام دراع استانلس يشتغل معاك سخن وبارد يتحط في الحله وهي على النار تمام تمام بكام سرعتين تمام اهم تركي الخامات اللي فيه كلها تركي ب 450 جنيه جايب لك السكاني برده اهو معاك 800 واط يا نهار ابيض ده صاروخ 800 واط سرعتين معاك اهو استانلس مجلفن اسمه ايه؟ سكاني مصر سكاني. كلها بتدور عليه دلوقتي هو عندنا هنا في سنتر العروسه السكاني بص بقى سكاني سعرها معروف خش دلوقتي اكتبي الموديل هو غششك تكتبي ايه على جوجل؟ هقول لك تكتبي ايه على جوجل؟ هتكتبي هاند بلندر 1729 ده رقم الموديل بتاعه تمام؟ سعره على جوجل عامل 1200 جنيه انا عارف وانت خش اتاكدي معايا هبقول لك بكام؟ ب 975 جنيه بايع عليه بتقول لنا عايز اكسب طيب عشان تكسبي المنشن والشير اهم حاجه يا جماعه المنشن والشير الجامبو بقى الاير فراير الجامبو بتاعت سكاني الخمسه لتر
الجامبو اه 5 لتر بجد. تمام. مش اللي بتكتب لك عليها 8 لتر وهي اصغر من دي. دي 5 لتر بجد بالصفايه بالضمان. بقول لك ايه، بضاعه سكاني عندي بالضمان، بضمان سكاني سنه. تمام. اي قطعه تاخدها سكاني معاها شهاده ضمان. مش الشغل اللي بيتباع لك برضه اللي جاي ده الله اعلم بحاله ومعهوش شهاده ضمان. انا جايب لك الشغل اللي معاه شهاده ضمان. تمام؟ تمام. اغلى 100 اغلى 200 معاك شهاده ضمان، هتريح دماغك بيها، الحاجه هتبوظ منك معاك سنه، تمام؟ تمام. بس برضه مش اغلى ولا اي حاجه خالص، النهارده في شركتها عامله 3450، عندنا على السعر القديم ب 2950، عندي منها اربع قطع. اشتروها ليه بقى دي؟ عندي اربع قطع، قالي بدون زيت، الناس مرضى الكوليسترول مكتوب لك ان انت تاكل ما تاكلش اكل بزيت، لا كل. تاكل بطاطس، تاكل فراخ، تاكل اكل مقلي بدون زيت، معاك بتعمل دايت برضو شغاله معاك. طيب الناس بتكلمني على الدولار، معلش يا جماعه احنا زي ما قلنا عندنا مشكله بس في الواي فاي وطالعين دلوقتي من الباقه. ماشي. تمام؟ الناس تعالى بقى نقول لك تاني معلش بسرعه كده عرض المعالي عشان ما ننساهوش. والناس معلش طب بتستنى المواعيد من 11 ل 11 طول الاسبوع. معلش اسامح. بص مواعيدنا بتفتح كل يوم كل والله ايام الاسبوع من الساعه 10 للساعه 11. عنواننا شبرا الخيمه اخر شارع احمد عرابي للناس اللي جايه من شبرا الخيمه او من ناحيه شبرا الخيمه عندنا. اي حد تاني ساكن في اي حته هيجي عن طريق الطريق الدائري نزلت ام غيومي احنا عندنا على طول، انت هتشوفنا مجرد ما انت واقف على الدائري على اول ما تشوف المعرض بتاعنا. تمام؟ بص بقى شنطه المعالق القرشه 86 قطعه عشان بس ما نبهدلهاش، ال 86 قطعه فيها لحد طقم التوزيع بتاعها الاستانلس. دي كلات واشكال عندي منها تمام؟ بس انا عايز اكسر الكوكب كله بفضل الله بكره ب 990. اوه عندي منها خمس كراتين عشان بس الناس تبقى عارفه، عندي منها خمس قطع. خمس قطع عندي. عندنا كبات ها؟ عندي كبات جاي لك، ده انا وريتك وحشين دلوقتي من سكان. بكام؟ 990 جنيه. شنطه المعالق عندي خمس قطع مصحى وعايزاها نزل بكره الساعه 11 الصبح على طول. تستخدميها على طول معاكي في البيت. النهارده لو فكرت تجيبي حته المعالق السته ب 75 جنيه، باكيت الشوك السته ب 75 جنيه ادي 150 جنيه، وعندك دول لو فكرت تجيب ال 12 دول ب 75 جنيه ادي 225 جنيه، مش هيبقوا بجوده دريب عشان نبقى برضه مع بعض، هتجيبي شغل شعبي. انا هبيع لك بقى الطقم كامل ال 24 قطعه من شركه دريم بالضمان بكام؟ ب 150 جنيه، ال 24 معلقه. طيب عايز اقول لك بتقول لنا في مشكله في الصوت. تمام؟ ممكن تبعتوا لنا من خلال الصفحه من خلال ارقام الشحن واحنا هنبلغكم بالاسعار. حد يفتح اللايف كده من عندكم. تمام؟ الصوت الناس بتقول لك الصوت قاطع ولا؟ بيقطع. الصوت بيقطع معلش الناس تعذرنا برضه عشان الشبكه. تمام؟ تمام. بص بقى تعالى انت عايز الكبات صح؟ اقول بس الكبات وهرجع تاني معايا طقم كان الجرانيت برضه عامل عليه عرض موت. بص يا باشا كبه الخضروات عندك منها مقاسين عندي الاثنين 800 واط خضروات ولحمه، افرمي فيها خضار افرمي فيها لحمه 800 واط يعني حطي فيها اللحمه صحيحه ما تقطعلهاش اللحمه وتساعديها وكده، حطي فيها اللحمه صحيحه هي تفرمها لك زي ما انت شايفه كده قدامك، تعملي كفته تعملي حواوشي تعملي اي اكل انت عايزاه. ايوه بص الصوت كده تمام اهو 4 لتر معاك اهي، تعالى كده نوري الناس الطبيعه. فكر لنا الناس في الحلال عشان بيسالوا عليها. الحلل بكره عندي خصومات 5% على اي طقم حله من اول 1450 جنيه تشتري طقم حلل من عندي. تمام؟ تمام. ماشي قلنا ايه؟ اللي كان بيسال على الكبات اهو. الكبات جبت لك السكاني 800 واط بتسفلت اللحمه مش بتفرمها. الحله بتاعتها 4 لتر ب 950 جنيه. تمام؟
والثلاثة لتر منها ثلاث سرعات معاك اهي ب 850 جنيه كله بالضمان الشغله بضمان. ده اكس معدن، بص مش سكاني مضروب بس عشان الناس تركز معايا، ده الاكس المعدن اهو معاك عشان تفرم اللحمه، والدم منها اهو السن بتاع السلاح معدن برده معايا. ثلاث سرعات 3 لتر 800 واط. اه الناس الحمد لله كلها بتقول لنا الصوت بقى كويس دلوقتي. ماشي، مضارب البيضة عندك من اول 175 جنيه مضرب. فين البريميوم؟ اوريك السبع سرعات، السبع سرعات ب 175 جنيه مضرب بيض. عندك بقى ال 200 واط، عندك ال 300 واط، عندك ال 400 واط، عندك ال 600 واط، بتدرج اسعارهم عندك. تشكيله كامله لحد 900 جنيه مضرب البيض. تشكيله كامله ايه؟ قدامك اهو زي ما انت شايف، بقول لك ببدا من 175 جنيه. وعندك المضرب بالعجان التاتش اهو فوق، الناس اللي عايزه مضرب بالعجان بتاعها ب 1450 جنيه. تمام. حله دواره برده ستانلس 4 لتر والمضرب 400 واط. تمام؟ تمام. عرض بقى بيع بكام ده يا حود؟ ده الاستانلس؟ استانلس على المغناطيس، ها؟ ولا بيصدي ولا بيبوظ على الحامل بتاعه زي ما انت شايفه. بكام؟ ثلاث قطع بالحامل بتاعهم ب 175 جنيه. تصفيات برضو عندي، عندي منهم بتاع 20 طقم ولا 15 طقم، رزق اللي هياخدهم. بكام؟ رزق الزبون ب 175 جنيه. جرانيت بقى، جرانيت النهارده والله كمان مره كنت بشتري من كام يوم لحد ب 450 جنيه، وكان معمول معايا واجب، واتقال لي ان انا معمول معايا واجب، ما كنتش لسه اشتغلت هنا. توباكو، ها؟ توباكو بص، ختم اهو تحت، تحت الكنكه على حامل من شركه دريم، ثلاث كنكات والحامل بتاعهم. لو انا قلت لك ب 450 جنيه، انا اشتريت ب 450 واتقال لي ان انا معمول معايا واجب، وانا والله صدقته، لان هو فعلا النهارده ب 500 جنيه، ب 550 جنيه طقم الكنك على جرانيت. هنبيع بكام بكره؟ هنبيع لحد يوم السبت، او لو الكميه خلصت خلاص كده، انا عندي برده حوالي 20 طقم. بكام؟ 375. 375 ونص و50 وربنا مين يا جدع؟ 350. تعالي معرض ادوات المنزليه واسال على مين، هو اللي بصي عمال يضيع معايا. بكام؟ ب 350. المعلم هيجي لك من الصين. التلات مقاسات، المقاس الجامبو اهو والمقاس الوسط، عايز اقول لك اصغر واحده فيهم كبيره. انا كنت لسه اقول لك، انا اصغر كنكه فيهم كبيره. كنكه ولا لبانه ولا دي؟ بكام؟ ب 350 جنيه فعلا والله. تستخدميها، ممكن تستخدمي دي لبانه صغيره معاك. ما بسم الله ما شاء الله يعني. ماشي، اربع قطع اهو معاكي، وادي الكرتونه. تمام. توباكو من شركه دريم. الرسم عليها. تمام؟ تمام. عشان ما نطولش على الناس واللايف بيقطع معانا، قلنا لكم العروض بكره مستنيينكم في معرض الادوات المنزليه. ما عرفناش والله نفرجكم العروض، ما عرفناش نفرجكم المعرض، المعرض مليان شغل وبنبيع بالاسعار القديمه. تعالي مش هتخسري حاجه، تعالي زورينا، اتفضلي زورينا في المعرض، مش هتخسري حاجه، الزياره ببلاش وانا واثق انك هتشتري. عندنا هنا في المعرض حاجات بتبدا معاكي من 5 جنيه في قسم الرفايع جوه، عندنا حاجات بتبدا من 5 جنيه، هتلقطي شويه حاجات لبيتك، مش هتمشي من عندنا زعلانه ان شاء الله. عنواننا شبرا الخيمه، اخر شارع احمد عرابي، جنب نازل الدائري ام بيومي، بنفتح كل يوم من الساعه 11 للساعه 11. احتجت اي حاجه من دول بس ما تكونش قابله للكسر، اطلبها اونلاين. والناس بعد اذنكم سامحونا في التاخير في الرد، عشان الحمد لله عندنا ضغط شويه في الرسائل، فهنستاذنكم حاجه من الاثنين، الناس اللي هتبعت لنا بالليل يا ترجع تبعت رساله تاني الصبح في مواعيد العمل تاكد برضو على طلبك، او اعذرنا لو الرد اتاخر عليك شويه، بنحاول بقدر الامكان، وان شاء الله ان شاء الله نوصل ان احنا نبقى الدنيا معانا 100 100 ان شاء الله في موضوع الرسائل ده بالذات. بس معلش الناس اللي بتبعت رسائل ومتاخر عليها، اكد تاني رسالتك الصبح، يا اما ابعت في مواعيد العمل اللي هي من 11 ل 11، وان شاء الله حد يرد عليك في ساعتها. منتظرينكم طوال ايام